أكيد بنرحب بضيفتنا دكتورة لميا البزنة، أخصائية بأمراض الأطفال. يسعد صباحك صباح وأهلا وسهلا الخير. فيكي. صباح الخير الخير دكتورة، وأهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. صباح الخريف الحلو. أكيد بتحبي كنا عم الخريف نحكي، دكتورة؟ الله يخليكي. خلينا نحكي، يعني كنا بالمقدمة عم تقول فرح إنه نحن كنا خايفين من كورونا بالمدارس، لكن في أمراض تانية كمان هي تمام. مخيفة نوعا ما ومعدية وأكثر انتشارا، فخلينا نحكي عن الأمراض الشائعة اللي ممكن تصيب الأطفال هيك خلال التجمعات. هلا بشكل عام مع بدء العام الدراسي وخاصة الطفل اللي بيكون بأول سنة له بالمدرسة بيزيد كتير احتمال انه ينصاب بالأمراض. مناعته بتكون ما كتير، ما هذا السبب، والسبب الثاني انه بيكون الطفل موجود ضمن الأسرة ضمن جو مغلق، في قواعد نظافة وقاية متعود عليها بالبيت، بينتقل بقى لجو أكبر من هيك، لتجمعات أكثر من هيك، ما بقى يعني بيقدر خاضع لسيطرة الأم بقواعد النظافة والوقاية، وخصوصا بالسنة الأولى أو بالسنة الثانية، فلذلك بتبلش تظهر الانتانات عنده. الشيء الثاني انه الاهل احيانا بتظهر على الطفل علامات مرض خفيف، مع ذلك بيبعثوا الطفل للمدرسه. السبب اما انه يعني هن برايهم انه لا، ما لازم يروح دروس على الطفل فبيبعثوه، وهذا الشيء يعني غلط لانه ممكن يفاقم الاعراض، او احيانا بتكون الام يعني عامله وما عندها حل بدها تضطر تبعث الطفل. هالقصص كلها بتزيد كثير من احتمال انه تتطور عنا امراض كثير بالمدارس. من اهم الامراض اللي بتصيب الاطفال هي الرشح او انتانات الطرق التنفسيه العلويه. نحن بنعرف انه الاطفال موجودين بتجمع كبير اقل صف 20 30 طالب، وموجودين بجو مغلق، وخاصه كل ما بلش يصير عندنا فصل الشتاء امكانيه تهويه الصفوف بتكون اقل بسبب البرد، فكل ما بلش الطقس يميل للبروده الاطفال بيميلوا انه ينصابوا اكثر بانتانات الطرق التنفسيه العلويه، التهاب البلعوم، التهاب الجيوب والرشح. الشيء الثاني انه نحن بنعرف انه افتتاح المدارس كله بيصير هيك بوقت الخريف والشتاء، هذا وقت الانقلاب بالطقس اللي هو بالاساس بيزيد الاستعداد للامراض، وهالطقس كثير مناسب لتكاثر الجراثيم والفيروسات. الالتهابات البلعوم، الرشح، انتان طرق التنفسيه العلويه، كلها من الامراض اللي بتصيب كثير الاطفال ببدء افتتاح المدرسه. بيقولوا انه نحن الكبار ممكن نصاب بالرشح مرتين او ثلاثه باليوم، بينما الاطفال بوجودهم بالمدارس وارد انه ينصابوا من 10 ل 12 مره بالسنه، هذا مو دليل ابدا انه قله مناعه الطفل، دائما بتسالني الام انه طفلي مناعته قليله، من الا لا، هذا بشكل طبيعي بسبب وجود الطفل بالمدرسه واحتكاكه بفئات مختلفه من الاطفال، فهو معرض لانه ينصاب برشح او انتان طرق تنفسيه علويه لمده 10 ل 12 يوم. هون بدي اوجه رساله صغيره للامهات، مو كل رشح معناته دواء التهاب. هي كثير مهمة، كثير مهم هذا الحكي نحكي، لانه طالما ما عندنا حراره، ما عندنا سوء حالة عامة، فنحن شوية سيتامول شوية بروفن إذا اضطرينا، حتى مضادات الرشح مضادات الاحتقان ما بنوصفها إلا إذا كان الطفل كثير عنده سيلان غزير. فإذا أول مرض هو إنتان طرق التنفسية العلوية أو الرشح بشكل عام، اللي حنقول هلا رسالة للأمهات إنه هو مرض بسيط وبيمشي بدون علاج. الشيء الثاني ممكن ينصابوا فيه الأطفال هو التهاب المعدة والأمعاء. طبعا كلنا بنعرف إنه التهاب المعدة والأمعاء هو مرض الصيف، بس مع ذلك لما بتفتح المدارس كمان بيزيد الاحتمال، لانه الاطفال ممكن يشتروا من البوفيه الموجود بالمدرسه، ممكن هن ورايحين على المدرسه او هن وراجعين من المدرسه هالمحلات اللي بتعرض اغذيه الاطفال بشكل يعني مثير للاعجاب عند الاطفال، حتى احيانا الاشياء المغلقه مثل الشيبسات وهالقصص كليتها، احيانا اذا كان مضى فتره طويله على تخزينها وكانت متعرضه للشمس ممكن كثير انه تاهب الاطفال لالتهاب معده وامعاء. الالتهاب المعدة والأمعاء بنشوفه أكثر شيء بالروضات بالأطفال الصغار. السبب الأساسي إنه نحن عندنا مشرفات عم تعتني بالأطفال الصغار، نعرف أطفال أغلب الأمهات العاملات بيضطروا يحطوا ابنهم بروضة، هذا الطفل ممكن يكون لسه عم يحط حفوضة، فالمشرفة اللي عم تتعامل معه إذا غيرت لهذا الطفل وما غسلت إيديها كثير 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 منيح بعد ما تعتني بطفل ثاني، ممكن إنه تنقل العدوى لطفل ثاني، لأنه الجراثيم تبع التهاب المعدة والأمعاء بتنطرح عن طريق البراز. هي ملاحظة للأمهات وللمشرفات، كمان الأم اللي عندها طفل صغير مصاب بننبهها دائما إنه أنت تغسلي إيديك كثير منيح بعد تغيير الحفاض، لأنه نسبة كبيرة من جراثيم التهاب المعدة والأمعاء بتنطرح عن طريق البراز، وبالنهاية هي بدها تحضر الأكل لكل البيت، فلذلك ممكن إنه تعدي البيت، وخاصة إنه في نوع جراثيم من التهاب المعدة والأمعاء فوعته كبيرة، يعني كمية قليلة من الجراثيم كافية إنه تصيب أكثر من فرد من أفراد العائلة. كمان التهاب المعدة والأمعاء مو كل اقياء واسهال بده دواء التهاب، ولا كل اقياء واسهال بده ست سبع ادويه، هو تعويض سوائل، اماهه جيده، تغذيه جيده،
اغلب الاطفال بمروا بمرحله قله شهيه، مهم جدا انه الام ما تجبر الطفل على انه ياكل كميات كبيره، وخاصه اذا عنده اقياء. دائما بنعلمها انه تعطي وجبات قليله ومتعدده، يعني انت بدل ما تعطيه 3 وجبات باليوم اعطيه 6 أو 7 وجبات بكميات قليله. المرض الثالث المهم، مرضين مهمين كثير بيلتقوا وقت افتتاح المدارس، هن التهاب الكبد او خلينا نقول بالمصطلح العامي هو اليرقان. حابه انوه لنقطه هون انه في عنا نوعين من التهاب الكبد، التهاب الكبد بي اللي هو عاده بينتقل عن طريق الدم واللي اطفال بياخذوا له لقاح اول ما يخلقوا، والتهاب الكبد هو هذا اللي بيهمنا، هذا اللي ذروه انتشاره بالمدارس. طبعا في له لقاح بس ما انه متوفر دائما، لا يؤخذ بالمستوصفات ولكن موجود بكل العيادات. التهاب الكبد هو من الامراض السليمه، عاده يمر بشكل سليم ولكن بحالة قليلة جدا 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 ممكن انه يعمل وفيات. كمان مهم ننبه عليه لانه ممكن انه يكون الطفل عرضي، فاي ام بتلاحظ على ابنها الم بطني، قلة شهية، تغير بلون البول، لازم تراجع طبيب. كثير احيانا ببلش بس بتغير بلون البول للبرتقاني قبل ما يظهر لون اليرقاني. طبعا لما بيظهر لون اليرقاني على الملتحمة اغلب الامهات قادرة انه تشخصه وتنتبه له. هون نقطة كتير مهمة، لما بتشوفي على ابنك هالأعراض، لما تشوفي في تغير بلون الصلبتين، يعني لون العيون بياض تبع العين صار أصفر مو الوجه، تمام؟ فمعناته قد يكون التهاب كبد مفروض أنه ما تبعت الطفل على المدرسة لأنه معدي، تمام؟ هو بيبقى معدي بشدة. طبعا له علاج خاص، هو بس حمية وسوائل وأغذية غنية بالبروتينات، غنية بالسكريات والإقلال من الدسم، ما في له شيء ثاني، بس انه الطفل يرتاح. بس مهم جدا انه يكون قاعد بالبيت لانه هذا ممكن يعمل عدوى شديده بالصف. وفي من السنين اجتنا جائحات من التهاب الكبد وقت افتتاح المدارس. المرض الثاني المهم هو الجدري، اللي هو عاده من امراض الطفوله، طبعا كل طفل بده ينصاف فيه، حتى الواحد اذا كان كبير. هلا كنا عم نحكي انه حتى الواحد اذا كان كبير ممكن ينصاب اذا ما انه مصاب فيه. كمان الجدري معدي جدا، بيبقى معدي من 1 لـ2 يوم قبل ظهور البصور ويبقى معدي حتى تجف كل البصور. لذلك الامهات ما بصير تبعت ابنها على المدرسه قبل ما يصير في جفاف كامل للبصور. وكمان نفس الشيء مديره المدرسه والمعلمات لازم يعرفوا انه هذا الطفل بده راحه بالمنزل لحد ما تجف كل البصور لحتى ما يعود معدي. كمان وجود طفل جدري او 2 بالصف ممكن يعمل إصابة عامة بالجدري، وخاصة إذا كانوا الأطفال مالهم مصابين قبل. من الشغلات الثانية المهمة هي التهاب الملتحمة الوبائي. طبعا هو مو بيزيد، يعني التهاب الملتحمة بيلتقى عند الأطفال بكل الأعمار، طبعا مو بيزيد على افتتاح المدرسة، بس بسبب أن الطفل بيحك عينه بيفرك عينه وجود الجراثيم على إيده، وبعدين هو بقى بيبدل هو ورفقاته. بتعرفوا الاطفال هذا بياخذ كاسه هذا وهذا بياخذ اكل هذا وهذا بيمسك ايد هذا وبيلعبوا، فتماس الايدي كفيل انه ينقل كل هالجراثيم. تبادل الادوات الشخصيه بين الاطفال، قد ما علمنا نحن الاطفال انه لا تشرب من كاستك وما تاخذ، يعني ممكن ياخذ لقمه عندهم متعه، يمكن عندهم متعه انه يتبادلوا هالاشياء او انه يورجي او يعني او انه بجوز يجاكره او هيك شيء، فيعني انه الكاسه تبعي احلى، الساندويتش تبعي اطيب. فممكن كثير هي القصه كثير محتمل تزيد. والتهاب الملتحمه الوبائي كمان اذا بلش عن طفل 2 3 ممكن انه يعمل عنا جائحه بالمدرسه. تمام. اخر شيء من الامراض المهمه جدا عند الاطفال هي الامل، يعني هذا رعب الاهالي لما بتفتح المدرسه. الام بتخاف انه انا كثير نظيفه على ابني، في بيئه قبل ما ينصاب. تمام فبيحضر الشامبو دائما. في بيئه مناسبه كمان دكتوره، في بيئه مناسبه، يعني احنا بنتذكر انه اول شيء الاعداد عم تكون كبيره. تمام. الطلاب دائما قراب من بعض، اوقات بيكتبوا بيقربوا من بعض. تمام. فكتير في بيئه مناسبه، في بيئه كثير منيحه. طبعا هو اكثر شيء عند البنات من الذكور لانه وجود الشعر وكثافه الشعر الطويله عندهم بتعطي بيئه كثير كثير ظريفه بكيف عليها طفيلي الامل انه بيئه مناسبه. ومثل ما قلنا يعني هو المشكلة مو دائما مشكلة قلة نظافة، بس قد يصاب طفل واحد وجوده بالمدرسة بينتقل. هلا المهم كثير ننبه الأطفال مثل ما قلتي، لأنه الطفيلي إذا ما لقى البيئة المناسبة اللي هي الشعر بيموت خلال 24 ساعة، يعني إذا ما قدر الطفل ينتقل لشعر طفل ثاني فهو على الأسطح بيموت. فلذلك كثير مهم إنه دائما يعني أنا بنبه الأمهات إنه ضبوا شعر بناتكم، عملوا لهم إياه بشكل ضفاير، هو هذا أساسا بيعطي شيء ارتب للطفل. والشغله الثانيه دائما الام تنتبه على القصه،
طبعا من اول اعراض الامل هي الاحمرار الشديد بالفروه والحكه، وخاصه الحكه الليليه، ويمكن كل الامهات بيعرفوا تقريبا الامل، بس بدها تنتبه الام اذا حست حالها انه هي ما لها قادره تفرق بين انه هي امل ولا قشره، تراجع طبيب جلديه، لانه مثل ما قلتي يعني تمام، نحن صارتنا الاجراءات لما بجيبوا اغراض المدرسه كليتها بجيبوا الشامبول الواقي، لانه كثير عم نلاقيها بالتجمعات المدارس الكثيره. تمام، يعني دكتوره هي مجمل خلينا نقول حاولنا نلخص الامراض اللي بينصاب فيها الطفل مع بدايه دخوله للمدرسه. اليوم كل ام بتسعى انه يا رب انا ما اتعرض لاي موقف من هذول، وانه صعب شوي، شو بتنصحي الامهات اليوم بخطوات اساسيه ان كان لحمايه اطفالهم، ان كان حتى لتوعيه الاطفال قدر الامكان؟ هلا حنقول يعني حنقول نصائح للام وكمان للمدرسه، لانه التعاون مهم. الام انه تعود طفله على اسلوب الوقايه الشخصيه، تعلمه على طريقه غسل الايدي لمده طويله على الاقل لمده 20 ثانيه، تعلمه كيف غسل الايدي، كيف لازم نهتم بهدول الاصبعين، كيف بالنهايه لازم نغسل رؤوس الاصابع مو بس غسل الايدي. ننبه الطفل، يمكن هلا ما بدنا نرجع نحكي عن الكورونا، بس يمكن مع انتشار جائحه الكورونا ثقافه غسل الايدي تعززت كثير، بس مهم كثير يعني نعززها عند الطفل، خاصه بعد ما بيكون خالص من اللعب بس ليطلع من الحمام وقبل ما ياخذ وجبته الغذائيه. نهتم بنظافه الطفل، ننتبه كثير انه اذا الطفل ظهرت عليه اي اعراض ما نبعته على المدرسه قبل ما نتاكد انه هو غير قابل للعدوى. الشيء الثاني اللي بدي حابه اقوله، اكيد كل شيء عم يعتنوا بالمدارس يعني منتبهين على اجراءات الحمايه الشخصيه، بس لازم دائما يكون في غسل يومي لكل شيء اسطح قابل على انه تنقل العدوى، خاصه المغاسل، خاصه طوابير الابواب، الحمامات. ما يكون في تساهل ابدا بهذا الموضوع. طب المفروض ابدا ابدا، المفروض انه يخففوا كثير من ازدحام الطلاب اذا بدهم ياخذوا الساندويتش او بالبوفيه اللي عم ياخذوها. ينتبهوا كثير هن اذا ظهر على الطفل اي عارض، يخبروا طبيب المدرسه او يخبروا الاهل، يكونوا متقبلين فكره انه اذا عندنا طفل عنده مرض معدي نحن مضطرين انه نعطيه اجازه لمده 10 ل 14 يوم لحتى ما ينقل العدوى لغيره. الحضانات اللي بتعتني بالرضع مهم كثير، مثل ما قلنا ان تكون ادوات الحمايه الشخصيه لكل طفل لحاله، زجاجه الارضاع تبع الطفل كل حاله، ما بيصير انه بدلها بين طفل ثاني، مو انا والله عم رضع طفل بكي الولد اللي قدامه سحبت الببرونه وعطيتها لتمه، هذا كفيل اني انقل له ما بعرف قديش حتى غسيلها بطريقه صح وتعقيمها بطريقه صح. تمام، هي كثير نقطه مهمه، وخاصه انه اذا الطفل خلص وجبه الحليب وهي ما عندها وقت انه تغسله، انا هي نصيحه بقولها دائما للامهات، ما بصير تتركها بالحليب الموجود فيها، المفروض انه تغسلها وتترك فيها شويه مي، لانه كميتها الحليب هي الموجوده بالببرونه قابله انه تعملنا انتانات معويه شديده. نعم، يعني كثير من المعلومات اعطيتينا اياها هيك بلمحه مختصره، وان شاء الله بنتمنى هيك الصحه والسلامه لكل الاولاد ان كانوا بالمدارس او بالروضات، وعن جد يعني دائما الدور كبير على الام الفترة. تمام، ان كان توعوي وان كان حتى الام العامله خلينا نقول اللي ممكن كثير تقسم وقتها او هيك تحصر وقتها لحتى تدير بالها كمان على اسرتها، خاصه الام العامله بهمها كثير انه طفلها ما يغيب كثير عن المدرسه، لانه هي حتضطر تقعد بالبيت وحيصير في عندها اشكال مشان تشغلها. وكمان انا بتمنى لكل اطفالنا عام دراسي هادي بعيد عن اي مرض من الامراض. امين. أكيد. يا رب. الله، شكرا لك. شكرا لوجودك. شكرا لك مره ثانيه دكتوره، يا رب الصحه والسلامه لكل الاهالي ولكل اولادهم لكل الاطفال على اختلاف المراحل العمريه. شكرا دكتور.